بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين واللعن دام على عداء الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على إمام الأمام إمامنا الجواد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد بن علي الإمام اللهم صل على محمد بن علي الإمام التقي النقي الرضي المرضي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك والسلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث علم النبيين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. آتيتك زارا إن شاء الله، آتيتك زارا عارفا بحقك معاديا لأعدائك مواليا لأوليائك فاشفع لي, عدايك. لي عند ربك. طبعا كما أسلفنا في الحلقة الماضية، وبينا بأن التنصيب والتعيين بالنسبة لخلفاء النبي الأكرم محمد، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، هو تنصيب إلهي. وبينا السبب ولعله لا بس أن نمر عليه بهذه الحلقة بأنه نقول الله عالم بالسرائر وعالم بخفايا من خلقه من من خلقنا وعالم بسرائرنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد والمولى الجليل يعلم من هو القادر على أداء هذه الوظيفة المتعلقة بالبشرية جمعا طبعا وكذلك بينا أنه لماذا لم تكن الإمامة تتم عن طريق الشورى، لماذا لم تتم لا تتم الامامه عن طريق الانتخاب؟ طبعا كما تعلمون خلافه امامنا علي بن ابي طالب منصوص عليها في القران الكريم وباعتبارنا ندخل الى حياه الامام الجواد عليه السلام ومن ابرز الادله التي تنص على خلافه امامنا علي بن ابي طالب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم يعرفون من ابرز الادله القرانيه التي نستدل بها على خلافه امامنا علي بن ابي طالب بهذه الايه الشريفه طبعا ولدينا ايضا في القران عشرات الادله المتعلقه بالخلافه الشرعيه لامامنا علي بن ابي طالب بلا فصل وانا طبعا احب ان أؤكد بين هذه العباره بلا فصل مهمه جدا خلافه امامنا علي بن ابي طالب بعد نبينا أكرم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بلا فصل هي لهم ولذلك حتى لقب أمير المؤمنين هو مختص بإمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام ولذلك خلافة إمامنا علي بن أبي طالب بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هي خلافة بلا فصل وحقيقة هذه الكلمة بلا فصل مهمة جدا لأنها خلافة إلهية ومنصوص عليها في القرآن ومنصوص عليها بأحاديث نبينا الأكرم الذي لا ينطق عنه أن هو الله وحي وكذلك أنا يعني تناولت هذه الآية الشريفة وقلت هناك آيات عشرات لا نستدل بها على خلافة إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام وخلافة ولده الأحد عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام وطبعا لدينا أيضا استدلال آخر وهو غدير خم وهذه أيضا التي صرح بها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بخلافة أمير المؤمنين من بعده وطبعا الإمام علي عليه السلام حقيقة صرح بالأسماء الأمة من بعده ولعله ذكرهم بأنه تسعة الأمة التسعة من ولد الحسين عليه السلام بعد الإمام الحسن بعد الإمام الحسين عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام الذي نحن الآن في خدمته إن شاء الله نكون ذكرت أنه عاصر خليفتين في العهد العباسي طبعا امامنا عاش في حياة ابيه سبع سنوات وبعد هذه السنوات توفي استشهد امام الرضا عليه السلام على يد الامام العباسي هذه السبعة عشر سنة الباقية امامنا سلام الله عليه عاش في ظل خلافة المأمون وخلافة المعتصم العباسي المعتصم اخو المأمون العباسي طبعا انا ذكرت انه لم تكن الظروف سهله بل كان ظروف صعبه مرت على علم الاسلاميه واسلفت ان الناس حقيقه اكتشفوا حقيقه العباسيين واكتشفوا زيف شعار الرضا من علي محمد لذلك هنا كان حدث الثورات في عهد امامنا الجواد علي ضد العباسيين كادت ان تنال منهم لكن سبحان الله سفك الدماء والقتل الذي مارسه العباسيون ضد يعني المؤمنين كان له الدور في اخماد هذه الثورات من جمله ثوره ابي السرايا. ما اريد قوله ان شخصيه امامنا الجواد عليه السلام ساقف عليها عن طريق اقوال ابيه الامام رضا عليه السلام وبشر به امام رضا عليه السلام قبل ان يولد. وطبعا هذه في الواقع ستجعلنا نقف على ملامح من شخصيه امام الجواد عليه السلام. طبعا الإمام آه، الله عليه السلام آه، ابنه اصبه بالجواد قال عنه قبل ولادته الحسين بن بشار والله هذا نص الحديث ورد عليه السلام والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقنا الله ولدا ذكرا يفرق بي بين الحق والباطل وزاد في نص آخر حتى يولد ذكر من الصلب يقوم مثل مقامي يحيي الحق ويمحي الباطل ثم عبارة أخرى وقال عنه بعد ولادته طبعا هذا كان قبل ولادة إمامنا الجواد عليه السلام وقال عنه بعد ولادته هذا المولود الذي لم لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه هذا المصدر طبعا الكافي وقال أيضا هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني تصيح بخلافة إمام الجواد بعد أبيه معرض عليه السلام وقال أيضا لصفوان بن يحيى كان أبو جعفر محدثا و علي بن جعفر عم أبي قال محمد بن الحسن بن عمار دخل أبو جعفر محمد بن علي رضى عليه السلام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء التفوا أيها الأخوة إلى مقام إمام الجواد عليه السلام وهو لا يزال في بواكير عمره فوثب علي بن جعفر علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبل يديه وعظمه فقال له أبو جعفر يا عم أجلس رحمك الله يعني إمامنا قال له اجلس يا عم رحمك الله فقال يا سيدي كيف اجلس وانت قائم؟ ماذا قال له الناس؟ ماذا قالوا لعمه؟ فلما رجع علي بن جعفر الى مجلسه جعل اصحابه جعل اصحابه يوبخونه ويقولون انت عم ابيه وانت تفعل به هذا الفعل انت عم عمه كيف تفعل بهذا به الفعل؟ فقال طلب منهم ان يكفوا عن الكلام اذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبه واهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه انكر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل انا له عبد تصريح بمقام الامام الجواد عليه السلام طبعا بعد استشهاد الامام رضا عليه السلام تحولت الامه الاسلاميه الى الامام الجواد عليه السلام وظيفه الأمة وظيفه الامام ما هي وظيفه الامام طبعا من وظائف الامام اولا بث الاحكام الشرعيه نشر الاحكام الشرعيه وظيفه الامام الثانيه تثبيت اصول عقائد الحق تثبيت اصول العقائد الحق ثم هناك وظائف اخرى من جملتها صنع الشخصيات هذا في الواقع هذا الامر جعل من الناس يهون الى الامام الجواد عليه السلام ويفضون اليه بمسائلهم وما كانوا يحتاجونه من من الابتلاء التي كانوا يبتلون بها في حياتهم. العباسيون لا يرتضون ذلك. العباسيون لا يرتضون ذلك، لذلك حقيقه ملامح بروز شخصيه الامام جعلت جعلت العباسيين يلتفتون اليه ويحاولون النيل من إمام جواد عيسان خصوصا المعتصم. لذلك المامون العباسي حقيقه وهو محنك سياسي، طبعا لا نقول محنك سياسي ليس لله وفي الله وانما من اجل الحكم من اجل الحكم يعني هو انسان طبعا مغتصب لخلافه اهل بيت عليه السلام لكن من جهه الموضوعين نقول ان المؤمن العباسي كان له موقف وصفه بانه محنك سياسي باعتبار واجه ثوره العلويين بحنكه ودرايه نابعه من الحفاظ من اجل الحفاظ على الحكم. ليس معنى ذلك من نريد ان ينشر الاحكام الاسلاميه، ليس معنى ذلك نقول انه لديه حنكه من اجل تثبيت اصول العقائد، لا من اجل تثبيت الحكم الذي قد تصدوا له باطلا وزورا وهو ليس لهم لكنها خلافه ظاهريه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا زياره امامنا الجواد في حياتنا الدنيا وننال شفاعته في الاخره انه نعم المولى ونعم المجيب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.